لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة واحدة يا رجوة، وهتتعودي على طبيخ الأمراء والملوك. تعالوا نشوف مع بعض مشهد في غاية الروعة. الملكة رانيا طبخت للأميرة رجوة، ولكن رد فعل الأميرة رجوة صدم الملكة رانيا، وقالت لها الأكل طعم وحش، ده أكل السعودية أجمل بكتير، يمكن علشان طريقة الأكل الأردنية مختلفة طبعا عن السعودية. تعالوا نشوف المشهد مع بعض لحظة بلحظة. ولكن قبل ما نشوف المشهد، عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا لازم تكونوا عارفينها. مقطع الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي هيسعدكوا جدا، ولكن يا جماعة في ناس كتيرة جدا بتسأل على جميل اسكندر بعد الكوبلة. يا جماعة ناس كتيرة سلمت على الأميرة رجوة، مش جميل بس، هم زعلانين من جميل لأنه موقفش معاهم في الصف. أولا ده نسيبهم متجوز بنتهم، انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني بقى واحد من العيلة، المفروض كان وقف في الصف جنبهم يسلم على الحاضرين وهم يعرفوا الناس بيه، لكن اللي حصل جميل اسكندر غير كده خالص. والحسين قال للملكة هو ليه مش واقف جنبنا؟ هو ليه جاي كأنه حد غريب يسلم ويقعد؟ والملكة عبدالله لما تعب من حفل الزفاف ده من الصبح لحد آخر اليوم، يعني لازم يتعب يا جماعة. ولكن فرحة الابن بقى، فرحان بابنه الأمير الحسين عقبال للأمير هاشم، فرار جميلة لما خرجت زعلانة من حفل الزفاف كان في موقف بسيط قوي حصل من حد من المدعوين، اتضايقت منه، ولكن بعد كده كل حاجة عدت زي الفل. ناس اتكلمت وقالت ان كان في مبالغة قوي في حفل الزفاف وكلام كتير، ولكن دول ملوك يعني حكام البلد، يعني براحتهم يعملوا اللي عايزينه. يعني لو الملك عبدالله الثاني ما عملش الزفاف بالشكل ده، مين اللي هيعمله؟ ده ابنه يا جماعة. ودلوقتي يا جماعة هنعرض ليكو الفيديو بتاع اعتراض الأميرة رجوة على طبيخ الملكة رانيا، وما كانتش راضية تاكل، وشوف ردة فعل الحسين. وطبعا الملك عبدالله الثاني زعل جدا منها. هو ده الفيديو يا جماعة. يلا إيمان. أظن ثلاثة أربعة خميس. حط لك حسين. أنا بطلع معك يوم الثلاثاء معناته. كيف الورق؟ أي ساعة؟ يعني 8:30. صح. شاهد كيف تعيش الأميرة منى الحسين والدة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وهكذا يقابلها بشكل مستمر. أين تعيش أم الملك عبدالله الثاني؟ الأميرة منى الحسين تعتبر الأميرة منى الحسين من أبرز النساء في المجتمع الأردني،
فهي الزوجة الثانية للملك الراحل الحسين بن طلال ملك الأردن وأم الملك عبد الله الثاني، مع العلم أن لها أهمية كبيرة في قلوب مواطنين المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أراد الكثيرين معرفة تفاصيل حياتها، بالإضافة إلى ذلك أنها تقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية الهامة بعد تتويج ابنها ملكا. ومن هنا سيطلعكم قناتنا قناة خلاصة الكلام بالتفصيل على المكان الذي تعيش فيه والدة الملك عبد الله الثاني الأميرة منى الحسين. من هي الأميرة منى الحسين؟ الأميرة منى الحسين هي زوجة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، لذلك ولدت في 25 من إبريل 1941، وهي من الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن والدها كان ضابطا في الجيش البريطاني برتبة مقدم، ولديه أيضا 4 أبناء للملك حسن، وتعتبر من أهم سيدات المملكة الأردنية الهاشمية وتتمتع بمكانة عالية. الأميرة منى الحسين اهتم الكثير من الناس بمعرفة تفاصيل أهم وأكثر عن حياة الأميرة منى الحسين، لذلك حققت العديد من الإنجازات المهمة في عهد زوجها وابنها الملك عبد الله الثاني، ولديها أيضا سيرة ذاتية مشرفة. وفيما يلي نذكركم بسيرة الأميرة منى الحسين. الاسم منى الحسين، تاريخ الميلاد 25 إبريل 1941 ميلاديا، موطنها الأردن، مكان الولادة الولايات المتحدة الأمريكية، الزوج الحسين بن طلال، الأولاد الملك عبد الله الثاني والأمير فيصل والأميرة عائشة والأميرة زين. المهنة لاعبة هوكي الحقل، اللغة الأم العربية، وأيضا هي تجيد اللغة الإنجليزية. أين تعيش أم الملك عبد الله الثاني منى الحسين؟ تعيش والدة الملك عبد الله الثاني الأميرة منى الحسين في الأردن، لذلك انفصلت عن زوجها حسين بن طلال في 21 من ديسمبر 1972، ولم تعود للعيش في موطنها الولايات المتحدة الأمريكية، بل بقيت مع ابنها الملك عبد الله الثاني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتبلغ من العمر حاليا حوالي 82 عاما، وهي من الشخصيات المهمة التي ستخلد بتاريخ الدولة الأردنية. وعلى الرغم من أن نسب الملك عبد الله الثاني ينحدر من أصول تعود إلى نسب علي بن أبي طالب، إلى أن أم ملك الأردن تعود إلى أصول إنجليزية، حيث أن والدها هو الضابط البريطاني ويلتر بريسي الذي خدم في بعثة التدريب البريطاني بالأردن. وننشر لكم بعض المعلومات عن أم ملك الأردن عبد الله الثاني. اسمها الحقيقي أنطوانيت غاردينر، من مواليد 25 إبريل 1941، التقت بالملك حسين بن طلال أثناء تحضيرها لفيلم لورانس العرب، بعد سماح لبعض القوات العسكرية بالمشاركة في التصوير. كان الملك الحسين يزور مواقع تصوير الفيلم من حين لآخر، والتقى بها
ثم تزوجها بعد ذلك. انفصلت عن الملك في 21 ديسمبر 1971. سمح لها الملك بالاحتفاظ بلقبها الملكي حتى بعد طلاقهما. زوجة ملك الأردن الثانية وجدت الأمير الحسين هي زوجة ملك الأردن الثانية بعد زواجها من زوجته الأولى الشريفة دينا بنت عبد الحميد بن محمد عبد العزيز بن عون الرفيق. ويبلغ سن أم الملك الحسين منى الحسين في عام 2023 82 سنة، وتمارس لعبة هوكي الحقل، ووالدتها مشهورة جدا هي دوريس ديانة منى الحسين. وعلى الرغم من زواجها من ملك الأردن وإنجاب ابنها الذي يستدعي تنصيبها ملكا أن تكون أمه مسلمة، إلى أن ديانة منى الحسين بقيت المسيحية ولم يتم الإعلان عن اعتناقها للإسلام طوال فترة زواجها. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، وأتمنى أيضا أن احنا نكون قلنا المعلومات الكافية عن والدة الملك عبد الله الثاني بن الحسين منى الحسين. ونشوفكم الفيديو جاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.